والله جينا وانبسطنا النهارده عشان بقالنا كتير ما شفناكوش، وبسطنا ان يبقى في احتفال كده على اول السنه وروح جميله، اكلنا اكل جميل خالص، انبسطنا خالص. ثانك يو. لا كان يوم حلو، انبسطنا قوي. انا مبسوط يعني ساعه تنبسط انا ما انبسطش هيبقى عيب في حقي والله. يعني بجد حاجه حلوه قوي ان الواحد يجي في موقع مبتدئ يكون شايف بقى المقر من جوه، يكون بيتفرج كمان على الكواليس بتاعه الحكايه ازاي بتتم والاخبار والحاجات دي كلها، واحتفال ان احنا نكون متجمعين كده على بدايه السنه الجديده. حاجه حلوه ونشوف المونيتورز دول اهم حاجه. ليه بقى بيسمعونا بالظبط؟ دول تحياتنا ليهم، نشكرهم جدا بدايه كده على اي حاجه هتتعمل. الحمد لله ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. كميه الشقاوه وكميه الضم اللي واصله للناس كده، عايزاكي تتكلمي عن برنامج 2015 وشايفه عملتي ايه وشايفه ايه اللي فرق معاكي. شايفه عملت حاجه مختلفه تماما عما كنت في راديو تاني، طلعت بشخصيه جديده، اتكلمت عن الستات اكتر، وصلت قضايا بقى ستات ورجاله بس بشكل خفيف عشان ما بحبش النكد بقى ونقعد طاقه سلبيه وبتاع. لا خدنا كل حاجه بهزار، اتبسطت قوي مع الناس، كنت على طبيعتي هما كانوا على طبيعتهم، فانا اتبسطت فاهمه. لا يعني مرضي البرنامج اختلف لما في ثلاث حلقات كده يعني انت غبت فيهم وفادي طلع بدالي ثلاث حلقات دول هما دول اللي قولي الحقيقه حصل حاجه بقى. هي دي هي دي اللي انا مبسوط بيها طبعا. حاجه جميل، مفاجاه جميله يعني، مفاجاه ان شاء الله على اول 2016. بقى نقول خلاص بقى متهيألي يعني. طب سالي قول لنا ايه بالنسبه لك الحياه كانت عامله ازاي في 2015 لغايه ما نزلت الثلاث حلقات بتوع سالي هم دول؟ طبعا كنت بقدم برنامج الصبح بالليل، وكان يعني حاجه مختلفه برضو، كنا مجددين كتير قوي عن بدايه الموسم الاولاني او اول سنه للبرنامج، وكان في برضو فكره انه تتعايشي اكتر مع المستمع لدرجه ان هو كانه شادد كرسي وقاعد معاك في الاستوديو يعني بالتعبير ده بالظبط. فكان تواصل حلو قوي مع فئات مختلفه اللي بتكون سهرانه بالليل الساعه 12، والثلاث حلقات اللي اتعملوا مكان سالي لما هي كانت واخده اجازه هم دول اللي هيغيروا مصير الاذاعه المصريه.